انا سعيده جدا ان انا كنت بقعد جنب الرئيس السيسي، حاجه تسعدني جدا. وكانت طبعا دكتوره نجوى خليل ودكتوره ازاي تروح مني الاسم. لا غدا ولي ما كانتش ايام الوزاره بتاعتي، اللي هي دلوقتي ماسكه مستشاره الامن للرئيس، فايزه ابو النجا. دي انسانه رائعه، دي كانت معانا ايام دكتور جنزوري لكن ما كانتش معانا ايام دكتور هشام قنديل. عايزه اقول لك شاطره جدا، رقيقه جدا، اخلاق جدا، قويه جدا، يعني برغم يعني هي بتجمع ما بين الرقه والقوه، ودي حاجه مش سهله. وكان دكتور الجنزوري دايما بيعتمد عليها في كل حاجه الحقيقه. من الرجال طبعا دكتور حسين خالد، ده زميلي في المعهد من واحنا لسه معيدين يعني. دكتور فؤاد النواوي وزير الصحة، دكتور محمد إبراهيم وزير الداخلية، دول كانوا أكتر ناس أصدقاء ليا. في دكاترة، في تاني وزراء وما زلنا على علاقة ظريفة مع بعض. دكتور برضو وزير الاتصالات كان برضو من ضمن الناس اللي بتعامل معهم كتير. تقريبا يعني علاقتي كانت كويسة مع معظم الوزارة بتاع الدكتور جنزوري. الوزارة التانية اللي أنا فاكراهم منها اللي هي دكتورة نجوى خليل، وكان وزير الدكتور حسين وزير الطيران، حسين وكان في مين تاني يعني، كانوا عدد قليل قوي في الوزارة التانية اللي كان اكتر كتير. لا في دكتور هشام قنديل اكتر كتير، حتى كنا يعني تحس ان احنا طلعنا اسرة واحدة تقريبا يعني. يعني عارف وما زال لحد دلوقتي العلاقة حلوة. ما زال في علاقة بينها. فترة قبل التغيير المزاني